أكيد مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي لليوم، وصلنا لتاني فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن جيل القراءة. الجيل اللي بيقرأ هو جيل بالضرورة بيمتلك رصيد كافي وكبير من الوعي والمعرفة، أكيد اللي بتمكنه من بناء مجتمعه وبتعزز له قيم المحبة والخير، وأكيد بتعزز عنده الثقافة التطوع والعمل الإنساني. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بسرنا نرحب بضيفتنا الكاتبة والشاعرة والصحفية نوار الشاطر. يسعد صباحك يا نوار. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. يا هلا فيك. صباح النور. خلينا بالبدايه مع النادي، هلا نادي القراء اللي عم يصير بكفر سوسه، وهو احد الانشطه التطوعيه اللي عم تقومي فيها حاليا. خلينا هيك، يمكن اليوم القراءه صارت شوية قليلة عند الناس، أو بيجهلوا شو مدى تأثيرها على المجتمع اليوم، ولأي درجة ممكن هي تنقلنا وتعلي المعرفة والتطور عنا بهذا الوقت، بوقت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها على حياة الكبار والصغار، فصارت القراءة لمن استطاع إليها السبيل. فمن خلال فكرة أنه نحن حابين نعزز موضوع القراءة عند الأطفال ونرجع الأطفال لحب الكتاب وحب القراءة، فطلعنا بنشاط اسمه نادي القراءة التفاعلي. هو بيقام بمعدل جلستين شهرياً، بيشجع الأطفال على القراءة. بناخذ نحن مادة قرائية معينة منطبق مع نشاط تفاعلي حسي حركي، حتى الطفل يشوف أنه المعلومات اللي أخذها خلال الجلسة هي معلومات لها علاقة بحياته اليومية، ويشجع أكثر على فكرة القراءة، وبنفس الوقت تثبت المعلومة عنده. بالنسبة للعمل التطوعي، طبعا نحن التطوع هو من أهم القيم الإنسانية النبيلة اللي علينا نحن كأفراد أنه نتحلى فيها، لأنه التطوع هو بينشر ثقافة المحبة والإخاء والرفعة، وبيعلم الإنسان العطاء. فنحن أنشطتنا بالمركز هي أنشطة تطوعية، وبنفس الوقت بنحاول ننقل هذا الشعور للأطفال ونعلمه في هذه ثقافة التطوع، وأنه يكون فعال بخدمة المجتمع اللي عايش فيه من وقت طفولته. وطبعا بما أنه الثقافة أو النهضة الثقافية والفكرية هي من أهم النهضات على مستوى المجتمع، فنحن لما بنورث هذا الفكر لأطفالنا، فنحن هون عم نخلق جيل مفكر، جيل واعي، جيل قادر على النهضة، قادر على العطاء من طفولته. اليوم لما بدنا نحكي قراءة بدنا نقول بوابة معرفة، زرع الحب بهدول بقلوب هدول الأطفال، قديش هذا الشيء مهم؟ خلينا نحكي شوي عن أهميته. القراءة هي فعل حياتي مستمر، وهي أهم فعل وجودي بيقوم فيه الإنسان بحياته، لأنه ما في أي علم، أي معرفة، أي شيء نحصل عليها إلا من خلال القراءة. لهيك كانت القراءة هي فعل مقدس بكل الأديان وبكل المراحل الحياتية عند الإنسان من طفولته. وطبعا الطفل بالسنوات الاولى طبعا هو لا بيعرف يقرا ولا يكتب، يعني لسه بالسنوات المبكره دون ال5 سنوات، نحن بنحاول نعلم الطفل على موضوع انه كيف هو يتعرف على الكتاب، كيف هو يتعرف على الكلمات من خلال الاهل. فنحن هون بيكون دور الاهل بالطفوله المبكره هو الدور الاساسي بتاسيس الطفل وتجهيزه للقراءه للكتابه عند دخول المدرسه. فلازم يكون يشوف انه الاب عم يقرا، الام عم تقرا، انه يكون في مكتبه بالبيت، في عائله قارئه، لانه الطفل بالسنوات الاولى هو كائن مقلد، فكل شيء بيشوفه قدامه بيقلد. لما بيدخل المدرسه هون بتتبلش تتشكل العلاقه الحقيقيه للطفل مع الكتاب من خلال الكتاب المدرسي، فبيتعلم الطفل انه الكتاب هو الوسيله الاولى للحصول على المعرفه والتعليم. طبعا دور المدرسه هون لازم يكون كثير كبير، انه هو يرفض الطفل بأنشطة قرائية، بأنشطة مطالعة، يكون في مكتبة مدرسة، الطفل يعيش جو القراءة بشكل فعال. وطبعا بده يكون في تعاون من الأهل، أنه فيما بعد ياخذوا أطفالهم على المكتبات، ياخذوا أطفالهم على فعاليات تعنى بالقراءة وتشجع بالقراءة، وخاصة نحن عم نشاهد بشكل مستمر تحدي القراءة العربي، وعم نتابع الأطفال بشكل واقعي شو عم يساووا، شو عم يتعلموا، شو عم يقرأوا، وعم يشوف انه في نماذج كثير متفوقة من اطفالنا السوريين قدروا يحققوا نجاح وحضور حلو بتحدي القراءة على مدى السنوات يلي صارت فيها هي المسابقة. يمكن كلامك هلا بحد ذاته هو تشجيع للأهل لحتى يفعلوا هي الثقافة عند الطفل، وخصوصا عن طريق الكتاب. اليوم بزمن تطور تكنولوجي والألعاب الإلكترونية، ممكن كثير من الأهل يجهلوا مدى تأثير ثقافة الطفل عن طريق الكتاب، ممكن ما كثير يقولوا انه هذا الطفل انه معلش خليه يلعب بلا ما يقرا هلا، او الطفل بحد ذاته كمان يتأفف من القراءة. لهيك دائما لازم يكون في توازن بين الأهل والطفل، يعني شوي
انه نحن نصر عليه على القراءة، وشوي هو كمان يسمع الكلمة ويبعد عن الألعاب الإلكترونية. هلا بما انه هذا التطور التكنولوجي والرقمي صار جزء من حياتنا نحن الكبار ونحن الأطفال، فصرنا نحن يعني ما فينا نحن نلغي فكرة انه الطفل يلعب بالألعاب الإلكترونية او يشوف سوشيال ميديا، فهون نحن دورنا كأهل بالتوعية انه نحن يكون في عنا وعي جيد وننقل هذا الوعي لأطفالنا، انه هن يختاروا ماده معينه يقدروا يتابعوها على اليوتيوب، او يختاروا اشخاص مؤثرين بشكل ايجابي على السوشيال ميديا، اطفال يقدروا ياثروا باطفالنا ويخلوا عندهم حب المعرفه، حب القراءه. كمان انه نحن في مجتمعنا كل شيء ممنوع مرغوب، فلما نحن بنحرم الطفل من موضوع الالعاب الالكترونيه، من موضوع الانترنت، فبيصير هو يلجا لاساليب ملتويه حتى يتابع، فليش نحن كاهل ما نعطي حريه لاطفالنا وبنفس الوقت يكون في عندنا رقابه، انه نحن بنسمح له بساعات معينه ويتابع اشياء معينه ومفيده، ومنعلمه الصح والخطا، احيانا بيطلع اشياء مو مفروض انه اطفالنا يشوفوها، نحن من هون بنقول للطفل انه هذا الشيء مو مناسب لعمرك وبنشرح له الاسباب، فانت لما بتعطي الطفل سبب منطقي ومقنع فهو لحاله بيتعلم انه هذا شيء خطا، هذا شيء حلو انه يشوفه، هذا شيء مو مفيد، هذا شيء سخيف نحن ما لازم نضيع وقتنا فيه. وبنفس الوقت نحن ما عاد صار في عنا بس كتاب ورقي، نحن صار في عنا كتاب الكتروني تماماً. فينا نستغل هاي الناحية انه نحن ننزل كتب الكترونية وقصص الكترونية ومجلات، وخاصة بعد ما تراجعت الطباعة الورقية يعني لغلاء اسعار الورق والطباعة، فمنشوف انه ظاهرة الكتب الالكترونية والمجلات الالكترونية منتشرة وبشكل مجاني كمان على الانترنت، فنحن منعلم اطفالنا كيف ينزلوا ويختاروا مواد معينة وكيف يستخدموا محركات البحث حتى يبحثوا عن المعلومة وكيف يقرأوا. وكمان الشيء الحلو انه بس في عنا شيء اسمه الكتاب المسموع، يعني الطفل احيانا وهو عم يلعب ممكن نحط له فقره انه قصه مسموعه يقرا يسمع هو، فهون عم يشغل عنده حاسه السمع والخيال بنفس الوقت. كمان في عنا الكتاب او المعلومات اللي بتقدم لطفلنا عن طريق الفيديو، فبنشوف هون صوت وصوره، فالطفل هون عم يشغل كل حواسه، فهو عم يشوف الكلمه شو كتابتها وعم يسمع لفظه وعم يشوف الشيء المعبر عن هي الكلمه، وهي افضل طريقه لترسيخ المعلومات عند الطفل لما منشغل كل حواسه بموضوع القراءة ومنستفيد من التكنولوجيا بشكل عملي وحقيقي. طبعا مثل ما ذكرتي انه نكون حل وسط، لكن احيانا الاهالي هنو نفسهم بيكونوا عم يقضوا وقت طويل على الجوالات، لما اليوم انا بدي امنع ابني ما بيصير تمسك الجوال بطريقه صارمه مثل ما ذكرتي، اكيد رح تاثر عليه، رح يلجا لاشياء ثانيه، لما كمان بده يشوف اهله هنو ماسكين الجوال ومقضين كل وقتهم عليه، هون رح يصير في يعني تناقض حتى بطريقه التربيه. ما هو الأهل هن القدوة، لما بيشوفوا الأب عم يقرأ، الأم عم تقرأ، عم يشوفوا شو عم تشتغل، مثلا نحن ممكن نقضي هذا الوقت على الجوال بأشياء مفيدة، ممكن نحن نتعلم أشياء أو مهارات جديدة، أنا شفت كثير سيدات تعلموا مثلا شغل الكروشيه، تعلموا أشغال يدوية عن طريق الإنترنت، فنحن بنورجي أطفالنا أنه صح نحن عم نقضي أوقات على الإنترنت، بس نحن مثلا عم نبحث، عم نكتب، عم نتعلم مهارة جديدة وبننقل هذا الشيء لأطفالنا، بس لما بيشوفونا عم نتابع أشياء سخيفة ومضيعة للوقت فأكيد رح يقلدونا. نحن ما فينا يعني نأمر أطفالنا ونحن نعمل هذا الغلط قدامهم، فهنا أكيد رح ياخذوا الفعل منا ورح يقلدوا، فلازم يكون في توازن بيننا وبين أطفالنا، وبنفس الوقت ما يكون في مبالغة، يعني لا في حرمان ولا في إفراط بالعطاء. يعني اليوم أنت ككاتبة وصحفية ومن خلال عملك أنك تسعي دائما على غرس الثقافة عند الطفل من خلال أدب الطفل، قدرتي تحققي هذا الشيء أو قدين النسبة اللي قدرتي تحققي فيها هذا الشيء؟ مفهوم الثقافة، ثقافة الطفل هو موسوع كتير كبير، أكبر من أدب الطفل. أدب الطفل هو باب من أبواب اللي نحن بندخل فيها للطفل، ونحن بنعلم الأطفال عن طريقة أشياء كتيرة، وذلك لأنه القصة والأنشودة تأثيرها بالطفولة المبكرة كتير كبير، فنحن بنلجأ لأدب الأطفال عن طريق القصة والشعر حتى نغرس القيم الإيجابية وحتى نعلم الأطفال الأشياء النبيلة والأفعال الصحيحة والغلط. لكن أدب الأطفال بيبقى محدود ضمن الكتاب إذا ما أخذ دوره الحقيقي وتفاعل بحياة الطفل. عم تلاقي تفاعل حلو يعني من خلال الأطفال. نادي القراءة أو من خلال تفاعل الأطفال مع الشيء اللي أنا بكتبه أو الشيء اللي بيكتبه غيري وبقرأه للأطفال، فعم لاقي تفاعل حلو. الطفل بده حدا يشتغل عليه، الطفل يعني ما فيك تعطيه كتاب وتقلي له اقرا، بدك انت تحفزيه، بدك انت تشجعيه، بدك انت تلاقي جواته حافز ودافع لحتى هو يتعلم ويقرا ويصير يطلب القراءه بذاته، وهذا نحن اللي عم نحاول عليه من خلال نادي القراءه ومن خلال كمان ادب الطفل، يعني ادب الطفل مثل ما قلت انه يبقى رهين الكتاب اذا ما وصل للطفل شو قيمه ادب الطفل.
طيب نوار، خلينا نرجع ونحكي شوي عن نادي القراءة، شو هي الفعاليات اللي بيقدمها وخصوصا بالعطلة الصيفية، ومين هنن الأعمار أو الشريحة الأكثر إقبال على هذا النادي؟ هلا نحن كنا موقفين الأنشطة بسبب الامتحانات والمذاكرات والعطل الكثيرة، فكانوا الأطفال مشغولين بامتحاناتهم ودراستهم، وبنتمنى لهم التوفيق والعلامات العالية يا رب. هلا بالعطلة الصيفية رح نبلش بشهر 6، يلي بيحب يتابع أنشطتنا على صفحة المركز الثقافي بكفر سوسي أو صفحة الشخصية على الفيسبوك. في عنا أنشطة بشكل دوري نحن بنعلن عليها قبل فترة، إذا حدا حابب يروح يجهز حاله ويشارك معنا بالأنشطة. الأنشطة بهي الصيفية رح تعتمد على موضوع تنمية المهارات عند الأطفال، تنمية المواهب عند الأطفال عن طريق القراءة والمعرفة. رح يكون في عنا بشهر 6 جلستين، الجلسة الأولى هي تقنيات القراءة السريعة، حتى نعلم أطفالنا شو يعني قراءة سريعة وكيف يستفيدوا من هي التقنية بموضوع الدراسة، هيك بيختصروا على حالهم وقت وبيدرسوا بشكل أسكى وبشكل أسرع من القراءة العادية. فنحن في بس القراءة صار في مهارات وفي أفق أوسع، انه نحن نفتح كتاب ونقرا براحتنا، صرنا نستثمر القراءه لتكون هي مفيده بحياه الطالب وتعزز عنده موضوع الدراسه والعلامات الجيده عن طريق القراءه الذكيه، القراءه السريعه. وفي عنا نشاط ثاني بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب حتى نعرف الاطفال على مجله فيحاء، وهي مجله موجهه للطفوله، من خلالها نعلمهم كيف هن ممكن يكتبوا قصه، كيف ممكن يكتبوا شعر، وكيف ممكن ينشروا بهي المجله، يعني انه نعلم الاطفال كمان تقنيات الكتابه او اصول انه كيف يكتبوا قصه وكيف يكونوا مثلا صحفيين من هن وصغار وينموا هي المهاره عندهم. بالاضافه انه كل شهر نحن من اعلن عن الجلسات قبل بوقت، واللي بيحب يتابعنا ويحضر طبعا الباب مفتوح والدعوات مجانيه، يعني اي حدا بيحب يحضر يشارك معنا فالباب مفتوح. طبعا ذكرتي انه هذا العمل التطوعي والنادي والتسجيل فيه ايضا مجاني، اليوم قد ايه يعني هيك مبادره حلوه منك، انه رغم كل شيء، رغم يمكن كل الظروف، اكيد عندك ظروف هيك، رغم كل شيء انه عم تقدمي هي القيم للاطفال بالمجان كعمل تطوعي وانساني، شو اكثر شيء بدك تركزي عليه بالفتره اللي جايه بحيث يتم غرسه بهدول الاطفال ويترك اثر ايجابي؟ القيم دائما نحن بنسعى دائما لتعزيز القيم الأخلاقية العليا، القيم الإيجابية، نعلم الطفل الشفافية، الصدق، الأمانة، الإخلاص، انه وحب الوطن، يتعرف على هويته الثقافية، على هوية بلده، على أهم الإنجازات الحضارية يلي صارت بهي البلد العظيمة. نحن في عنا تاريخ عريق، نحن في أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ، أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، دائما في عنا أنشطة بتتعلق بالتراث وتعريف الأطفال على الهوية الثقافية لبلده. نحن هيك كمان عم نربط الطفل وجدانيا ببلده، عم نخلق هون حب للبلد بداخل طفلنا من السنوات الاولى بحياته، عم ننمي شعور او الحس بالمسؤوليه انك انت تكون مسؤول عن البلد. احيانا بنعمل انشطه بتتعلق مثلا بالبيئه، انه كيف يحافظ على هي البيئه، كيف يحافظ على نظافه المكان، كيف يساهم بزراعه تبته، يعني نحن الفكره انه نحن عم نخلق هويه ثقافيه لطفلنا عن طريق القراءه والمعرفه، واي نوع من انواع العلوم ما بنقدر نحصل عليه الا من خلال القراءه والدراسه وتعريف اطفالنا عليه. فنحن واجبنا انه كمان نعلم طفلنا انه القراءه مو بس هي قصه ولا شعر، لا، القراءه هي اوسع من هيك بكثير، هي بتتضمن كل الوان الادب والمعرفه والحياه. فمن خلال نادي القراءه عم نحاول نعرف الاطفال كل مره على جانب من جوانب المعرفه، ونخلي عنده شغف بموضوع التعرف اكثر، انه مثلا في عندي اطفال مثلا اذا حبوا جلسه معينه، مثلا حبوا موضوع الذكاء الاصطناعي كثير، فطالبوني انه كمان اعملي لنا جلسات، وكل الجهات اللي بتتعاون معي هي جهات تطوعيه، فانا كمان بشكر تعاونهم معنا. والعمل التطوعي هو مهم لخدمه مجتمعنا ولخدمه انسانيتنا، ونكون نحن جزء من النهوض بهذا المجتمع. اكيد هي من الاشياء المهمه اليوم للطفل، سواء بالمنزل او حتى بالنوادي، نوادي القراءه، او هذا التفاعل اللي عم تقدموه حضرتكم، يعني خصوصا مع الاطفال اكيد بيسقلهم معارفهم كثير. اكيد بدنا نتشكرك اليوم لحضورك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى لك التوفيق. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه، ونتمنى انه اطفالنا الحلوين نلاقيهم عنا بالنادي الشهر القادم ويتابعوا انشطتنا، وشكرا لكم. شكرا لك واهلا وسهلا فيكي. يا هلا فيك.